مصنع كينج نيرلاند ده بقاله حوالي 40 سنة. وانت ابن الحاج؟ انا ابن والدي الحاج ابراهيم وعمي الحاج محمد. اسسوا المصنع سنة 79. اثنين اخوات؟ اثنين ولاد عم. ولاد عم. اسسوا المصنع سنة 79. طبعا هم بدأوا بمكانتين سنة 79 بدأوا يشتغلوا في التصدير. الحمد لله بدأنا نعمل اسم كويس جدا في السعودية ودول الخليج. انت بتشتغل في الملابس الداخلية؟ ملابس داخلية. رجال وستات؟ رجال يا حبيبي كل حاجة. كل حاجة. طب احنا عايزين نفرج الناس بقى. القماش. فاكر فؤاد المهندس؟ مال جابت قماش؟ عايزين نوريهم ازاي الخيط بيطلع قماش وازاي رحلة التصنيع. جميل. رحلة التصنيع. صباح الفل. صباح الفل. صباح النور. عرفني بنفسك. محمد عصمت محمد زكي. هو لك كتير هنا؟ لا بقالي زمان. طول عمرك في الشغله دي؟ وانت برضو؟ ايه يا باشا طول عمرك. غزل ونزل وحاجات. يلا يا باشمهندس محمد. دي مكنه ايه؟ مكنه تريكو دائري. تريكو؟ تريكو دائري. سيركلر نيتنج. سيركلر نيتنج. المكنه دي فيها زي ما قلت لك الصوف داخل اهو. بالظبط. ده لا غزل قطن 100%. ده قطن 100%. قطن 100% غزل دي. ده داخل هنا. بالظبط. انا مش شايفها هنا. لا هي ليها مجرى معينه. بتخش الداخل. بالظبط. يعني هنا بنبدا اهو. بالظبط. انت هنا ده الفيدر بتاع المكنه. يدخل هنا عن طريق الكمات. زي ما قلت لحضرتك ليبر. الليبر دي هي اللي بتشكل الغرز. بتطلع القماش. ممكن يوقف المكنه. تفتح من ورا. من ورا. اتفضل حضرتك معايا. بس انا الكاميرا تعالى. ده القماش ده. ده قماش قطن 100%. قطن 100% يا فندم. قطن 100% طبعا. عشان تطلع بقى من اللفه دي. تطلع القماش ده بتاخد وقت قد ايه؟ بتاخد لا هي انتاج معين ليها انتاج معين في اليوم طبعا. يعني في اليوم تطلع كم متر مثلا او كم اليوم المكنه انتاجيتها كم طن يا باشمهندس؟ او كم توبه؟ بتطلع اربع تواب في الورديه. اربع يعني اربع تواب. يعني تواب بحوالي 50 كيلو. حوالي 60 كيلو. حوالي 60 توب. حوالي 40 متر 50 متر. يعني تطلع سته وتطلع كم توب؟ تطلع اربع تواب. اربعه باربعه ب 16 يعني حوالي 240 متر كده. 142 متر. 60 كيلو. بتشتغل من كام لكام؟ ورديتين من 8 الصبح ل 11 بالليل على 2 شيفت ورا بعضه. ورا بعضه. يعني هي ما بتسكتش. العمال هم اللي بتغيروا. العمال انما هي ما شاء الله شغاله. لكن الماني لكن الماني اصلي يعني. طبعا. وده نفس القصه برضو. نفس القصه. نفس الفكره. بتطلع نفس القماش. هي نفس الفكره بس عروض مختلفه. عشان يعني كل مكنه تطلع عرض مختلف. بالظبط. لان الملابس الداخليه ما فيهاش خياطه. بقى احنا بنشتغل مواصفات تصدير. فبيدققوا جدا في المواصفه وكده. ما فيهاش خياطه ازاي؟ ما فيهاش خياطه. سيملس. حضرتك تبقى لابس التيشيرت او الفانيلا الداخليه. ما فيهاش خياطه. طبعا احنا بياخدوا من القماش عينات بتتحلل في معامل دوليه عشان يتوافق عليها ان هي تتصدر. انت بتصدر بقى؟ بتصدر قد ايه من انتاجك؟ 90%. 90%. هنطلع فوق بقى نشوف القصر. بالظبط. اتفضل. خش في مرحله التفصيل. بعد لا دي حضرتك مرحله الفرد والقص. بعد ما شفنا المرحله اللي تحت هي تجهيز صناعه القماش نفسه. طبعا القماش بيروح المصبغه بيرجع هنا زي ما حضرتك شايف. ده قماش مجهز. دي فانيلات بقى. بالظبط. دي فانيلات بيطلع التوب بيتعمل بيتطبق كده. بالظبط. اتفضل حضرتك معايا زي ما حضرتك شايف. طيب. الاستاذ سيد او العامل بيبقى بيقص. طبعا بيرسم على حسب الفانيلا. بيقص القماش. صباح الخير يا استاذ سيد. سلام. طب فين المايك يا جماعه؟ اتعز. شكرا يا هشام. ازيك يا استاذ سيد؟ ازي حضرتك؟ حضرتك قصاص هنا. طول عمرك في ولا لفيت المصنع حته حته؟ حوالي 31 سنه بتقص. بص دي عمليه صعبه كده.
يعني هي بس التعليم الاولاني وبعدين بعد كده بترسم. انت اللي بترسم ده ولا حد تاني؟ الرسم بيترسم. انت اللي بتقيس وترسم عشان يطلعوا ده كله مقاسه بيترسم على القصه حسب احتياجات اللي احنا عايزينها وبعدين بنقص القصه. طب القماش ازاي بيتفرد كده فوق بعضه كده؟ بيجي ازاي؟ عن طريق العربيه الفردانه بيتحط على العربيه كده وبعدين بيخش على المسطره تطلع لك القماش. بنقيس طبعا المقاس اللي احنا عايزينه حسب المقاس اللي احنا عايزينه، نص كم، سبور، ايا كان المقاس. وبعدين بقفل له الصدامه وبيفرد الشباب اللي بيفردوا. الشباب بيفردوا بيطلعوه كده. بيطلعوه بنفس النظام. طب تفرج المشاهدين كده بقى ازاي هتقص. لبس ده بيروح فين ده؟ ده عريضه دي. ها؟ عريضه بنحطها في الكيس وبتقفل وبنعينها. بيعملوا بيها حاجه ثانيه. بيدخل اعاده تصنيع او سمحت. اعاده تصنيع. اعاده تصنيع. لما انا جريت ما انا خفت. لا ما فيش حاجه، ما دي مش حاميه يا زلمه. دي مش حاميه. لا طبعا. وانت مين اللي علمك الشغله دي؟ مش عايز اكلمك كنت بتشتغل لا تبوظ القماش. عادي مفيش مشكله. لا مين اللي علمك؟ انا اول ما جيت هنا كان عم زكريا موجود. لسه كبير. المعلم كبير الله يرحمه. جيت عندك كم سنه؟ انا انا عندي 51 سنه. جيت عندك كم سنه؟ جيت عندي حوالي 19 او 20. كنت متعلم حاجه بقى؟ كنت انا كنت مسافر، كنت خلصت تعليمي. وبعدين سافرت سنه. تعليمك خلصت اللي هو ايه ده؟ دبلوم ايه؟ دبلوم تجاره. سافرت شوية؟ سافرت سنة. رحت فين؟ ليبيا؟ سوريا. لا سوريا. وبعدين جيت على هنا على طول. تمام. وأنت محلاوي؟ محلاوي. وعايش هنا ومتجوز هنا وكله هنا. عندي أربع أولاد. ربنا يخليهم لك. دي حوار حضرتك الفنانة تمام اهي خلاص تمام. انت هتركب لها كم بقى؟ كم بقى اللي احنا اللي هو ده. هو ده. بينزل بقى التفصيل تحت. لا هو بينزل كده اخش عليها كده. بيركب اوفر وده بيتركب سليم. بتقفل اوفر على الخياطه وبعدين ده شريط وبعدين الديل بالتاني. ايه دي؟ ده المقاس بتاع على كل فن اللي نعم على كله. على كله المقاس بتاع الفانيلا نفسه. ودي بقى مش كام فانيلا دي؟ تعرف عددها؟ العدد بيبقى معاه في الاخر بيجمعه ويطلع العدد بالظبط. تنزل التفصيل بعدد بورقه. هات الورقه. بورقه مكتوب فيها المقاسات. مكتوب فيها المقاس. مكتوب فيها العدد قد ايه. وبتاخد مراحل انتاج. الورقه بتتلف مراحل انتاج على المكن كله من بعدين. احنا الخطوه الاولانيه بس. طب ننزل بقى عند ستة تحت بهم اللي بيعملوا الشغل بقى. تتفضل. صباح الفل. مع السلامه. انتوا بنيتوا المصنع ده سنة 79؟ 79
79 بيقول لا بادئين هنا و 88 بدات شغل هنا 88 لكن احنا بدانا الشغل قبل 88 1/5 سنة 80 80 كان مصر بدات تدوروا مصر مكان قديم هنا بنينا ديت توسع 85 لان انتوا اولاد عم صح؟ اه اولاد عم واولاد خالك طول عمركم في الشغلانه بس بيقولوا لكم كنتوا تجار لان الجد الاكبر كسب فلوسه وما زلنا تجار لا ما كويس الجد الاكبر كسب فلوسه في النكسه الاقتصاديه سنه 27 28 وبعدين لقينا المصنع هنا ب 85 ومن ساعه ما عملته بقى وانتوا بتصدروا؟ لا احنا صدرنا سنه 90 بدات تصدير 90 ايه اللي بيميز الحاجه عندكم بقى يا حمد الله؟ ايه؟ ايه اللي بيميز شغلكم وكيف بتصدر؟ ان انت تهتم بالجوده تاخد بال سيادتك وتدرس الاسواق المنافسه ليك طب بالنسبه للانتاج هنا قد ايه بيتصدر وقد ايه بيتباع توزيع داخلي هنا في مصر؟ بيتصدر 70% 70% والانتاج اللي في مصر هنا ماشي كويس والانتاج في مصر عندي حوالي يمكن 7 عملاء على مستوى الجمهوريه على مستوى الجمهوريه كلها من سنه 80 لغايه النهارده ممكن نتكلم مع الستات بقى شويه صباح الفل زي يسلمك انت من محله؟ شغل هنا بقى قد ايه؟ انا كنت هنا من واني بنت قعدت هنا 15 سنه بنت يعني كان عندك كام سنه؟ كان عندي 12 سنه كده انا متربيه هنا في المصنع كويس ما كنتش بتمسك مقص طبعا لا كنت قاعدة 12 سنه دي كنت بتقدمي كنت... شاي وتنضفي وكده ولا ايه؟ قاعدة على المكنة وبعدين اتعلمتي بقى وبعدين الحمد لله انت بتعملي ايه بقى بالظبط؟ دي اطفال دي ده اطفال حط الاسد بتاعه هي اللي بتعمل الاسد وانا بقص بقى من وراها وبشتغل بقى يعني وبقيس بتقاس لان بيطلع بجوده يعني بتقعدي من الساعه كام للساعه كام؟ انا بنيجي الساعه 8 بنطلع الساعه 5 بتاخدوا ساعة راحة ولا حاجة؟ بناخد ساعة غدا تتجوزها؟ طب وبتبتدي بتبشري بيتك ازاي؟ الحمد لله ربنا بيأول واحد جوزك ليه؟ جوزي شغال أرزاقي في السوق يعني وأنا بشتغل عشان أساعد هم ربنا اللي حارسهم طيب ربنا يحرسهم وحضرتك برضه بيبقى لك كتير هنا؟ أنا من سنة 90 ما شاء الله 30 سنة برضه وأنت صغيرة جاية من عندي 11 سنة إيه اللي جابك أنت عندك 11 سنة؟ عشان ما توفقتش في التعليم يعني والدك كان موجود؟ واحنا كنا كتير، كنا اخوه كتير. كنت ما شاء الله كام؟ كنا 7. 7، والام بتشتغل؟ لا كانت ربت البيت. بتشتغلش، والاب كان بيشتغل ايه؟ كان هو بيشتغل في السوق. وانت ما استوفقتيش ولا ما حبيتيش ولا كنت لا انا كنت جايه هنا على ان لا لا انا كنت جايه هنا على ان جايه مع اختي الكبيره ان انا اشوف المكان. حبيت المكان حبيت ان انا اجيب في المدرسه يعني سبتيها بمزاجي بس الحمد لله التعليم كويس عشان معايا مقاسات بشتغل بمقاسات وبشتغل بجوده وبشتغل ان انا اسلم طب امتى بقى الفلوس اللي بتاخديها كنت من الشركه هنا؟ طبعا بتديها لابوك وامك امتى خدتيها لنفسك بقى؟ لما اعتمدت على نفسي اللي هو في سن كام؟ يعني ما بقى عندي حوالي 18 سنه كده سابوها لك بقى ايوه عشان انا كونت نفسي اتجوزت وخلفت ومعايا بنتين وما فكرتيش بعد الجواز تسيبي الشغل؟ لا ولا جوزك قال لك؟ انا ارتحت شويه وقعدت بس رجعت تاني لان ده المكان اللي انا اتربيت فيه وما عرفتش اروح في حته غير وجوزك بيشتغل ايه؟ انا جوزي شغال في مصنع مصنع؟ كويس قوي الحمد لله رضا بتعملوا ايه في العيال بقى؟ انا سالت انا عندي بنتين واحده في سنه اولى ابتدائي وواحده في سنه 5 خلاص تمام دول بيروحوا لا الحمد لله احنا كنا بنودي حضانات من 5 ل ربنا يخليهم من 8 ل 5 معانا ربنا يخليهم الله يخليهم تيجي هنا مع المدام برضه صح؟ صباح الفل دي اختك ولا ايه؟ لا ها؟ تعرفيني بنفسك؟ ايوه اسمي ناهد بقالك قد ايه يا مدام ناهد؟ بقالي انا 10 سنين ما قبل ما تتجوزي ولا بعد ما تتجوزي؟ لا قبل وبعد ماما هنا معايا برضه انت عيلة ماما عندها 11 سنة هنا مامتك فين مامتك؟ مامتي قاعدة في الثلاثة جابتك ايه هنا؟ هي جاية هنا وهي عندها 11 سنة وانت جيتي وانت عندك كام سنة؟ انا جاية وانا عندي 12 سنة 12 سنة ما اتعلمتيش برضه؟ ايه؟ ما كملتيش تعليمك؟ لا ليه؟ حبيت الشغل اكتر حابينه ولا محتاجينه؟ يعني الاثنين بصراحه يعني ما كانش نفسك تكملي تعليمك تاخدي دبلوم تاخدي ليسانس؟ لا لا حابه الشغل وانت بقى ايه؟ اسراء ايه؟ اسراء ازيك يا اسراء؟ الحمد لله كويس انت جايه هنا من قد ايه؟ من سنه صغننه خالص يا اسراء من سنه ايه؟
من سنة وثلاث شهور كده. عندها 15 سنة. خلصتي ايه؟ اعدادية؟ لا ابتدائية؟ اه ماشي. سنة ستة حتى؟ اه. يعني بتعرف تقرا وتكتب؟ اه. وايه اللي جاب؟ ظروفنا وبابا وماما منفصلين وكده فظروفنا. يعني عايشة مع مين انت؟ مع بابا مع مامتي قصدي. كام اخ؟ لا ماليش اخوات صبيان. ليا خمس بنات. لا يعني اخوات كلكم؟ خمس بنات. بس ليه؟ بالراحة عليها شوية اسرع بقى. انتوا ما شاء الله خمس بنات وباباك سابكم عشان ما خلفش ولاد وكده. يا حد ساب الخمس بنات عشان عايز ولد وراح اتجوز؟ اتجوز وخلف بنتين. بنتين يا سلام. وحد عند ربنا اتجوز ثاني وجاب بنتين وسابكم ما بيصرفش عليك. اشتغل ايه؟ سواق. اكس برايس. شوفي بعد الاحياء. يعني بعد ثلاث شهور كده ساعات. ما تحاوليش تطلبيه انت ولا اي حاجه خالص. ايه؟ تطلبيه مثلا تقولي له بابا. ما كنتش بطلب عشان كنت تعبانه وكان اغمى عليا في الشارع وكده وشافني وما رضاش يوديني المستشفى ولا ايه. كنت تعبانه ليه؟ بيجيلي كده حاله لما دوخة. بزعل بدوخ وبقوم بسرعه. وهو مره شافك؟ شافني وما رضاش. وانت شفتيه؟ مشي. تمام. بس انت جدع. انت مادام بتشتغلي ربنا ما يحوج لحد ويخليك مامتك وجدتك وقولي ربنا يهديك. ورب ربنا يهديك. صباح الفل. صباح الفل. بص حضرتك على ايه؟ انت حاطه بطاريه؟ ايه كشاء. ده ليه كده؟ عشان اسمر واسمر. اه عشان نشوف الشغل ماشي ازاي. عشان اسمر واسمر؟ فين الاسمر؟ اسمر واحنا بنثبت عليه والشغل اسمر عشان نشوف الابره ماشيه ازاي. يا سلام. بالك قد ايه هنا؟ ايه اربع سنين. اسمك ايه؟ فوزية. ازيك يا فوزيه؟ متجوزه فوزيه؟ اه طبعا. ما انت زي القمر يا فوزيه. حرمش. عندك اولاد؟ اه معايا بنتين. ما شاء الله ربنا يخليك. الراجل طلق مراته عشان مخلفه له خمس عيال. تصوري بالذنب ده يبقى راجل ده؟ لا طبعا. جوزك بيشتغل ايه؟ سواق. جدع. طب وايه بقى اللي شغالك بقى انت؟ الست احسن لها الشغل ولا احسن لها تقعد في البيت؟ والله حسب الظروف يعني. ما انا بسالك رايك. ما انا عارف انه حسب الظروف. انت رايك ايه؟ مش تقعد في البيت احسن ولا تشتغل احسن؟ والله حسب اللي يعني اللي تتفق مع جوزها. ولو البحر برضه يحب زياده ليه لا؟ حتى لو هما مبسوطين وعايزه تشتغل يبقى تشتغل احسن. اه طبعا. والست لما بيكون ليها دخل في البيت بيبقى مركزها احسن شويه من ما بقاش ليها دخل وقاعده معتمده على جوزها. بيبقى لها شخصيه كمان. ايوه. وهي متعلمه بان لو انت قاعده ومستنيه لما يجيب الفلوس الاكل والشرب واللبس وبتاع بيبقى مركزك اقل شويه ولا ايه؟ اه طبعا. طبعا. طب انت دخلك من المصنع هنا بتتصرفي ازاي؟ ايه عادي يعني جمعيه داخلينها بنمشي. لا يعني جوزك ايه دوره في البيت وانت دورك ايه في البيت؟ ايه مش مقسمين يعني كل واحد. كل واحد بايده. لا اللي في ايده حاجه يعملها. اللي يجيب الاكل النهارده اللي يعمل حاجه في البيت النهارده. اللي متوفر معايا التقسيم يعني. اصل احنا مش غرب عشان نقسم على بعض. اصل في ازواج وزوجات يعني بيعملوا ايه؟ يقول لك الست شغل فلوسها ليها. لا لا. طب ليه بقى؟ يبقى انا لازمتي انزل اشتغل ومضيع وقتي من بيتي. لازم يعني برضه ساعد. مفيش فرق بين فلوسك وفلوس جوزك؟ لا ما ينفعش. لما لو شايفاه ماشي مظبوط. مش عوج بقى. لا سهر بقى رجع طبعا. بقى مفيش دخل بيخش له خلاص انا اوقف انا كمان. بس لو ما دخلوش غصب عنه دي حاجه. غصب عنه دي حاجه. انما لو نزل يشتغل وربنا ما رزقوش انت موجوده. طبعا. وهنا بصراحه يعني في زيادات في حوافز ما بيسيبوناش طبعا. برافو عليك. ازاي بقى؟ يعني افرض ان دخل لك الشهر ده مثلا 100 جنيه مثلا يعني. في توفير بقى يعني انا محدده مرتبي داخل ايه وفي زياده مثلا الحوافز دي ما مديش ايدي عليها مثلا اخليها في حاجه ثانيه. تدخليها في جمعيات على طول؟ لا اخليها في البيت تحت اي ظروف مش لازم جمعيه. حصل ظرف طارئ يبقى تقدري تعملي كده؟ الحمد يعني لله. دايما الواحد لما يشيل فلوس وبعدين يقول طب ما نجيب اللي لابس حاجه كده. لا تعملي شويه. مين اللي عامل كده؟ انت جدعه. لان عادي بقى اتعلم. لا دي اصل مش اي حد بيقدر عليها. دي جدعانه منك. ربنا يخليك. والدتك ولا والدك ولا مين؟
لا احنا شغالين بقالي زمان يعني اتعلمت وانا في الكليه. لا ما انا مش اول هنا انا وانا كنت في الكليه خريج الجامعه اداب علم نفس. اداب علم نفس بتجبره قوي ونجحت فيها ليه؟ الله ليه لا جدع. وزوجتي هنا ما رحت تشتغلي مدرسه ولا حاجه؟ لا كانوا عايزين بقى سنه تربوي. وكان ال الجامعه فين؟ طنطا سبربي. تروحي كل يوم وتيجي؟ ما هي قريبه طنطا. كنت متجوزه وانا في الكليه. يا كمان وخلفتي انت في الكليه؟ كان اخر سنه بقى. وكنت بتشتغلي قبل الكليه؟ كنت بس مش هنا، مش هنا. اماكن ثانيه. برضو خياطه وكده؟ لا حاجات ثانيه. لا كنت واقفه في محل، كنت شغاله في عياده. وايه اللي جابك بقى مصنع الخياطه؟ يعني كتير شكروا لي في المكان. لا في كتير شكروا لي هنا، وجيت بصراحه جربت احسن معامله بصراحه. يعني احنا قاعدين هنا ما حد زعلنا قبل كده. طيب انت اخترتي بقى انك تعملي التيكت ده ولا الاستك ده؟ دي عينه جايه لنا والحمد لله عملناها، بنثبت هنا. وده استك الرقبه في مكان ورايا بيشتغل وانا بقفل له في الاخر كده. حضرتك تمام. صباح الفل. هتتكلمي معايا؟ انت صغيره اصغر منها طبعا، ما فيهاش حاجه تزعل دي. متجوزتي لسه صغيره ولا اتجوزتي؟ لا متجوزه ومعايا ولدين. انت عندك كام سنه؟ 25. اتجوزتي وانت عندك كام سنه؟ 20. وعندك عيلين؟ معايا ولد. اتعلمتي حاجه؟ دبلوم تجاره. دبلوم تجاره. جيت هنا من امتى؟ بقالي 7 سنين. جوزك متعلم برضه زيي؟ دبلوم تجاره برضه. وبتشتغل ايه بقى؟ سواق. الله، انت كل الناس هنا سواقين؟ كل المعالي سواقين ولا ايه؟ والعيال بقى؟ في الحضانه. توديهم انت الحضانه ولا هو اللي يوديهم؟ لا بابام بيوديهم. ومامتي هي اللي بتروح تاخدهم بقى. ومين اللي يطبخ لك في البيت وينظف البيت؟ انا لما بروح. تروحي تطبخ لي؟ تعملي كل حاجه، يعني شغل الصبح وشغل بالليل. بس مبسوطه كده. ايه؟ مبسوطة كده. الحمد لله. بتنزلي القاهرة؟ قليل. بتتفسحي في اسكندرية؟ لا طبعا. ليه لا طبعا ليه؟ مش بتشتغلي انت وجوزك؟ ما هو بتروحوا بلطيم حتى مثلا قريبة منكم هنا؟ بنروح يعني. بتروحوا البحر؟ طيب بس ما بتروحوش اسكندرية دي هنا بترجعوا بيها. لا قليل يعني. بتفسحوا فين؟ مش شرط يعني في أي مكان، على حسب الظروف لما بتأمكن معايا. لا يعني احنا لو ساكنين في المحل هنا وعايزين نقضي يوم بالليل كده كأسرة، نروح فين؟ عندنا حدايق في الشعبية، حديقة في الشعبية، ولعب للأطفال. تروحوا تقعدوا فيها، تخرجوا عشان بس طبعا. تشموا هنا بس شوية؟ طبعا. صباح الفل، صباح الفل. خلي بالك من الأمن. صباح الفل. بيقولوا ان انت الحاج ابراهيم قال ان انت من مؤسسين المصنع. 31 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. صح مؤسسين بالظبط. صح. مؤسسين. والمكنه دي معاكي من الاول؟ هي من اول ما جيت قعدت عليها. اتعلمت وقعدت عليها، كانت 31 سنه. اتعلمتي عليها في قد ايه دي؟ صعبه؟ لا مش صعبه ولا حاجه. مش صعبه. كويسه حلوه. بس مكنه عتيقه. دي بتعمل ايه دي؟ دي فلات. دي بقى يعني بتدي منظر مثلا ايه ده الاوفر اهوت، وبتدي منظر قدام على البتاع عشان تدي للشورت منظر حلو يعني. تعمل حركه يعني. بتنيم بقى الفلات الاوفر من تحت لها شكل حلو. وانت برضه 8 ل 5 كل يوم؟ طب ما قلتليش اسمك ايه وعرفتيني بنفسي؟ اسمي ساميه. ازيك يا ساميه؟ الله يسلمك يا استاذ محمود. اسمك منور. الله يخليك. امتى يا جوزة؟ من 22 سنة. ما شاء الله. ولادك بقى فين بقى؟ الحمد لله أحمد في كلية ومنة في ثالثة إعداد. طب ما شاء الله. طول عمرك بتشتغلي؟ من ساعة ما اتجوز. حلوين زي المحلة دي بلد جميلة. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، والشغل كويس وزي الفل. وبليا دي معاكي بقى على طول؟ لا أنا بقى لها 7 سنين أو 8 سنين. بليا من ساعة ما جت معاكي؟ جبتها لإمام وأدام محترمة الصراحة. اسمك إيه؟ اسمي سارة. سارة؟ سارة. أنت جيتي هنا من 7 سنين؟ جيتي عندي كام سنة سارة؟
يجي 15 سنة. متجوزتي؟ متجوز. وانت بتشتغل؟ وانا بشتغل. جوزك قالك اقعدي في البيت؟ ما رضيتيش تقعدي في البيت؟ لا ما رضيتش اقعد في البيت. ده حصل فعلا. أيوة انا ما اعرفش، انا بقول ده حصل فعلا ما رضيتيش تقعدي؟ لا ما رضيتش. ليه ما سبتي بقى ارضي ليها بيتها وتقعد بالعيال وكده؟ ما المصاريف بقى والايجار بقى والمعيشة غالية بقى. وبتسافري تتفسحي؟ بتتفرج على التلفزيون؟ ايوه بتفرج على التلفزيون وبتفرج على حضرتك. الله يكرمك. الله يخليك. ضيع وقتك والله. الله يخليك. مين اللي بيعجبك في الممثلين؟ احمد حلمي. احمد حلمي، طب وبتسمعي مين من الاغاني؟ المطربات والمطربين؟ اليسا. اليسا؟ يا سيدي يا سيدي، انت صعبه مزاج قوي. ما تسمعيش كاظم ساهر؟ بسمع. بسمع كاظم ساهر. وانت بتتفرجي على مسلسلات؟ لا 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 ما فيش بقى الكلام ده بقى. ليه؟ كان زمان بقى يا استاذ محمود، دلوقتي عيالنا بقى وكده ما عندكش وقت بقى خلاص. ما فيش. بتنامي طبعا بدري عشان تيجي الساعه 8 دي، بتصحي الساعه 7 الفجر كمان ستة. عشان اقوم اعمل لعيالي اكلهم. بتعملي الاكل قبل ما تيجي؟ طبعا. الله انت جميله. الله الحمد لله. نهارك ابيض؟ نهارك زي الفل. انت عارفه ان اسمك بليا لانك انت الصبي بتاع المعلمه كبيره. صباح الفل. هنا بقى بالظبط بيحصل ايه يا حاج ابراهيم بقى هنا؟ في انت طلعت اتفرجت فوق طبعا. طلعت شفت القصيت وهو بيتعمل قماش، شفنا القص وشفنا هنا بقى الطوارئ. هنا بيمر باربع مراحل. كويس. يعني بيجي من المسابق يفحص القماش. يخش القطن. يخش قطن. قطن يعني. شفته القطن. بيحصل بعد عمليه القطن ان هو بيتمرن، يعني بيتحط على كل قصه الماركه بتاعتها ويبص على الجوده بتاع القماش. تمام. ينزل هنا قسم الفحص. قطعه قطعه قبل التشغيل، قبل اي حاجه. تفتحها كده وتشوفها، تشوفها حته حته. فتشها لو فيها اي عيب غير كده بجنب. وبعدين تشوف لها حل بعد كده، مش مشكله. بس ما تروحش بس مش كده. تخش على التفصيل، على السونج ماشيه. بعد ما بتخلص تاخد بالك سيادتك، تقوم تخش على القسم الثاني فحص اللي هو ورا هنا. فحص برضه، فحص حته حته عشان نضمن الجوده. وهي ايه؟ وهي مقفله. شوفها فيها خضم وفيها بتاع. تمام. انت واخد بالك. وبعدين تيجي هنا المكوى. هنا المكوى يفحصها برضه، هو بيكويها يفحصها. المكوى بقى على العلبه، على طول على الكرتونه على الباكنج بتاعها. داخل الكيس كله. ده طالع السعوديه. واخبار الغزل والنسيج هنا في المحله؟ والله المحله مشهوره بالحكايه دي طول عمرها. حته الغزل والنسيج بالنسبه للمحله احنا اثرنا فيها فتره طويله. كويس. في زراعه القطن قصير التين. ده صحيح. ليه؟ زمان كان بيتزرع حاجه اسمها القطن الاشموني. كان بيدي للفلاح 20 قنطار. دخلنا في القطن طويل التيله، تاخد بالك، وابتدى الانتاجيه تقل والاراضي الزراعيه تتاكل، وده اثر على المصانع. دلوقتي بقى احنا بنصلح، يعني بيحاولوا يصلحوا. طيب في وجهه نظرك ازاي نصلح بسرعه بايقاع اسرع من كده؟ لا، ايقاع اسرع من كده دي عشان تطلع بنظره جديده بهندسه وراثيه تقعد 10 سنين. بس فاحنا كلنا بنستورد الغزل من بره للاسف الشديد. يعني. تستورد الغزل من بره؟ من بره بتستورده. بالك انت بتستورد قطن؟ لا، شعر. ممكن شعر. مش شعر، ممكن تسويه. ما الشعر يعني قطن برضه. ما هي هي. هو ده الغزل اللي بتفكه وتعمله قماش. ايوه بالظبط. اللي احنا كنا نقول قطن مصري 100%، ما بقاش بالقطن المصري. عشان لسبب واحد دلوقتي، القطن قصير التيله عالميا مش مطلوب. ليه؟ ارتفاع سعره. ارتفاع سعره. لما تيجي تنتجه لطلب مخصوص. يعني لو انت عملت بيه تخسر. تخسر. او تبقى القطعة غالية. او تبقى غالية على العميل. ففي بعض الدول. وفي دول تانية بتنافسك هتديك تاغ ارخص وكده. ليه؟ طن الغزل. اول ما بدأنا المصنع كان طن ب 2000 جنيه. دلوقتي 75 وصل 80. 1000. طن. من 2000 ل 80000. 75 اقل حاجة.
كان زمان بقى انا رخيص بقى دلوقتي كان زمان هتنافس بيه ازاي ده صعب بديك الصعب صباح الفل صباح الفل شكرا